سليمان داوود القصار، مواليد منطقة الدسمة 1960. بدأ مشواره الفني وهو في سن 18 في السبعينات. دخل إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن عشقه للتراث والفن الشعبي الكويتي اجذبه أكثر ولم يكمل دراسته في المعهد. تتلمذ الفنان سليمان القصار على يد كبار الفنانين الشعبيين مثل الفنانة عودة المهنة وفرقتها الشعبية، ومزايد وفرقتها الشعبية. على مدى 37 عام أبدع الفنان سليمان القصار في أداء الفنون الشعبية بمختلف أنواعها، وصقل موهبته وصوته وأصبح الفنان الأول في الفن الشعبي في الكويت، وبنفس الوقت كون قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج. الفنان سليمان القصار الآن في ليالي الكويت. أهلا خاصة والدة عارض دخوله للفن والغناء. دخل معهد العالي للفنون المسرحية وكان في دفعته الفنان الكبير داود حسين وما كمل. لأول مرة راح ينشر صور أمه وأبوه وأخوانه لأول مرة في ليالي الكويت. اليوم ضيفنا ضيف مميز، ضيف ليالي الكويت وفي ليلة مميزة، هو أبو داود سليمان القصار، رائد في من رواد الفن الشعبي ونجم الأغنية الشعبية المعروف لا يعرف والشمس ما تغطيها من خل. رائد الأغنية الشعبية سليمان القصار، يعطيك العافية وسعيدين بتواجدك ويانا ونورت ليالي الكويت. تسلمون، الساعة ألف مباركة، وفي الليلة الفضيلة هذه أنا ما قالوا لي تلفزيون الكويت، قلت الساعة ألف مباركة في هالليلة. هي صج ليلة النص من شعبان، ليلة السهر، الناس يسهرون في هالليلة لأن يصبحون ثاني يوم صيام. لها طقوس وأشياء نسويها قبل يعني، والحين ما زالوا الناس بعضهم متمسكين بالسوالف يعني الأولية اللي كنا نسويها اللي كانت جميلة وحلوة في ذاك الوقت. بعدها عليكم وإن شاء الله تيوز لكم اليوم. يمكن أبو داود أنا سألت الوالدة قلت لها شنو نصفه؟ كانت تقول لي وهي من وين طلعتها؟ قلت لها تقول شيء وايد قديم. نعم. قلت لها وين الحين؟ ليش ما قمنا نسوي هالأشياء والطقوس الحلوة لعاداتنا وتقاليدنا؟ نعم. صحيح. نعم، هذه من عاداتنا وتقاليدنا اللي ربينا عليها، وأنا لحقت على يعني تلاياها، وبالتالي بدأت تلاشى مع الحضارة مع المدنية، والناس صاروا بس يعني بقى عيد الله اللي هو عيد الأضحى وعيد الفطر، لكن هذه الأشياء صدق ظلت في دمنا وفي روحنا. ليلة النص من شعبان نستعد لها، يستعدون كل الكويتيات، أهل الكويت وحتى الخليج كلهم. هذا شفناك أبو داود اليوم على السناب شات. إيه. كنت تعيش من الصبح وانت تحضر وتحضر. نعم. كأنها ليلة من ليالي رمضان. إيه، يسوون الهريس وصبون للقيمات، يسوون صب القفشة، يسوون محلبية العيش، ويسوون الكستر، ويسوون الساقو، كله حق هالليلة، لأن هالليلة بيصير فيها مثل غبقة وسحور. عشان يصبحون ثاني يوم صيام على يعني احنا نقول لكم عن عاداتنا وتقاليدنا، ما اتكلم عن الناحية الدينية، عن عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا ربينا عليها. ففي هذا اليوم الناس خاصة الحريم والشباب، الرجال عندهم طقوس، الرجال طقوسهم بروحهم، يتجمعون الشباب اول من الفرجان ويروحون يحطون حطة قطة على قولتهم شروكه. أيه. ويشترون الزلابيه، يشترون الغريبه، ويشترون الباميه اللي هي نسمونها الحين بلح الشام، وياخذون يعني الحلويات ويودونها يقعدون في واحده من الدواوين ولا بالعاير على جامعتهم، ويسهرون لين يذن الفير ويصبحون صيام. نعم، في هالليله كانها من ليالي رمضان يتجمعون. الحريم لهم طقوس خاصه. أيه. الحريم عندهم يكشفون. نعم، يلبسون ذاك الدل العدل، وكل واحدة تسوي نقصتها. كنا عيد عندهم. كنا نعم، ويلبسون عيالهم الهدمة الهدوم اليدد، كنا ليلة عيد. وتلقين البنيات والصبيان بالحوشة وبالفرجان، البنيات يذهبون لهم هالقناطي والحلو، وعاد يصفقون عندهم بالحوش، ناصفوا سلم ولدهم، ناصفوا سلم ولدهم، وناصفوا خلى الأمه، وعلى هالمنوال صفقة عندهم مستانسين. الحريم عاد اللي الناس العاديين اللي يعني يسوون اللي هو القبقة، ويسوون تجربة حق رمضان
اللي عندها جايبه الساق وبتسويه، واللي جايبه محلبيه العيش، العيش بعد اي الحين مو مثل الحين يبونا قوطين شمل الجمعيه لا اول المره تتعب عسى الله عساهم محرمين عن النار، الاول الله يرحمهم ويغفر لهم ياخذون العيش ينقعونه عقب يشرونه عقب يدقونه عقب ينخلونه عشان يطلعون هالطحين مال العيش سووا منه المحلبيه. نفس الشيء حق معجون الطماط، ياخذ طاح وقت الطماط يا ابو الطماط قصصوه وطبخوه من غير ماي مع ملح وسووا المعجون، ما كل حين كديد يفتروا فيه. اي صح معجون فريش. معجونهم فريش عندهم هذه كلها ذهب. يا ابا والله يسلم عمرك الماش قبل يوصلنا من العراق يبون الماش عدل مو مكسر. يرشونه بالكويت عندهم الرحي الحجر حطوا الماش ويرشوه حق المموش ويرشوا الماش. اطحنوا الدارسين اطحنوا الشكر حق الهريس. هني عاد كل شيء من الصفر يشتغلونه. هني عاد احنا بالبدايه هذا شعبان، شعبان يصير فيه الطقوس الدينيه والطقوس الفنيه. في نوعين. الفنيه يقومون الله يسلم عمركم يتجمعون الحريم عند كبيره الفريج او كبار الفريج من شيوخ او من تجار وينادون لهم عده عشان يدقون الحب يدقون الهريس. أيه؟ الهريس يوصلنا قبل بكشوره كهو انا جايبه وياكم عشان تشوفونه. بداود مقطع كلامك بالخير، بس هالاشياء تغير من الطعم يعني يصير طعمه غير؟ والله اول كل شيء حلو. ايه على القل حلو. أيه؟ يقول على قولتهم التمره الشيصه بالقبه بالقبه حلاوه. أيه؟ وهي شيصه تمره ناشفه. أيه؟ لكن اللي اكلتها بالقبه في البحر سجل حلاوه. نعم هذا حب الهريس. هذا شوف مقشر قبل ما ينا كذي مقشر ابيض. أيه؟ لا ينا الله يسلم عمرك بكشوره واليسار اليسار بكشوره يا ابو المناحيز. انا اجيب لكم هذا نموذج. انا قال بجيب لكم اثنين عشان انتم تدقون. يدقوا احد الحلويات الكبر ياخذون. ها هالكبر كبير. لا هالكبر اكبر من كذي بعد. وتجابلون عليه هذول الشندل او عصات المنحاس كل واحده شويه. اي واحده وتجابلون رايحين. ها وها عشان يسلون وقتهم كانوا يسوون الفقره اللي بقولها لكم الحين. يلا الفقره يلا هذه يلا هذه الحين الشباب موجودين كورسكم ويا وصلوا هاي الفقرة. يلا ويا الله يلا ويا داود. نعم لو يعني هالاغاني الحلوه ادق للفير. يعني بس هذا مو بالشيله ومن شيله لشيله متجابلين. واحده تبخ الحب بالماي
اي عشان يلين عشان يلين ويطيح القشر عنه واللي يستوي يطلعونه وينسفونه نسفون الحاب يطير عنه القشر وياخذونه عقب يشخلونه ما كان عندهم مشخال لا مو مشخال ياخذونه ما عندي طبق هنا صغير عشان نسفت لكم عشان ينسفون الحب يحطون الحب وينسفونه كذي عشان يطير عنه القشور القشر عن الحب بروحه عقب هالحب شو يسوون فيه ياخذونه يعطونه رعايه اللي تطحن مجاب لي الرحي دحين انتيفة كذي تعبنا واخترب المنكر بذكر لا الأول مساكين الله يعطيهم الصحة والعافية ويغفر لهم يرحمهم أجمعين يا رب العالمين يجابلون على المناحيز وينادون لهم عدة وتشيل لهم ولين خلصوا عطول يطحنون هل الرحي الحب خذوا منه حق الهريس يعني هذه الوجبة جدا بدائية طباخها بدائي ما فيها شيء غير الماي والحب والملح ماكو شيء ثاني والملح نحط تالي حنا هالكويت عاد مزقرتينها حطينا الدارسين حط دارسين والشكر نحطه فوقها والسمنه كل الخليج يحطون سمن فوقها اللي حنا دارسين وشكر احنا متميزين ما ناكلها الا بحب الشكر نحب الشيره وياها اللي يطحنون شي يطحنون يكسرون اول الحب يريشونه الحب يريش ليش عشان نسوي منه اليريش اليريش هي منه اشكال يريش الابيض واليريش الحمر اللي على طماط واللي يسوونه على لبن اللي فيهم ذبه نياده يسوونه يريشهم يريش اللي على لبن حامض واللي من هالكويتيني لا يريش اللي على طماط الحمر هالمعجون اللي سووه على هالطماط الطري سووا من القيمه اليريش هذا كله توابع رمضان يدقون الدارسين وينخلونه الدارسين اللي هو القرفه هذا الواده ينخلونها يجيبون البزار مالهم الكمون واللي هو السنوت والكزبر الناشف شنو السنوت؟ السنوت اللي هو الكمون كمون شنو الكمون؟ هذه من اساس بهار الكويت الكمون والكزبر الناشف والفلفل الاسود يدقونه عدل وتالي ينخلونه ولازم النخال قبل نخال البهار او نخال النشا ما تقدرين تنخلينه في المنخل العادي فياخذون عندهم ملفع بالملفع ويحطونه على وجه المله يربطونه من حدر وينخلونه شوي شوي واللي يزيد ما يكتونه يدقونه نبه ثانيه وينعمونه نفس الشيء يعني الاول المره ايش اقول لكم ربط بيت عدل لا عم كله يجهزونه قبل هاليوم قبل يعني هذا يعني هذا كله شهر شعبان وهم يشتغلون كله حق رمضان الفضيل يسوون بهارهم يسوون النشان يقعون العيش وينشفونه ويطحنونه يدقونه وحق المحلبيه يسوون بعضهم بعد اللي يسوون الرشده اللي هي مثل البلاليط اللي هي الشعريه حق الشوربه اول يجيبونها لنا من ايران وناس يسوونها بالبيوت بروحهم يسوون الله يسلم عمرك التمر بعد يسوونه التمر التعاد التمر يسوون الخبيث ويسوون الاشار يكسرون الاشار ويسوون المخللات كله حق هذا الشهر الفضيل يتجمعون ويسوون بس يمعتهم حتى ابو داوود حلوه لانها كلها وناسه واغاني ويمعتهم يسالون هذه مثل اغاني العمل عندهم عندهم عاد بس بركه تحط بركه الوالده قالت يغنون مثل تواشيح او شيء كذي هذا الله يسال الحين عني حق ليله النص الحين زهبه وهالدنيا كلها الحين بيربون عدل هذه ليله النص عندنا ليله السهر يربوا اكلهم اللي مقتدرين اول وعندهم خير يعني يجيبون مطوعه او يبون الله يرحمه الدوب ابو عبد الوهاب او غيره من ابو من الابلال او اللي يقرون المالد يقرون في هذه الليله الفضيله اللي هم قبل لا يحطون قبقتهم او عشاهم وطبعا انا المعلومات هذه ما اخذها من الله يطول لي عمره شادي الخليج عبد العزيز مفرج ومن عبد الوهاب الراشد الله يحفظهم لنا ان شاء الله ذخر في المعلومات كنز طبعا غير اللي تعلمته قلت قبل لا اطلع على الهوى اول اذكر معلميني هذول الاثنين عبد الوهاب يمكن مو اكبر مني وايد لكن عاصر واشتغل وقال بالمالد واعطاني طرق يعني شال مع عبد الوهاب الدوب فمعاصر وعارف انا لحقت عليه من السوالف يعني وجهنا تحيه يتابعنا هو الحين متابعينا اكيد متابعنا تحيه لهم تحيه حق عبد العزيز المفرج هذا الخليج عسى عمره طويل ما قصر اعطاني معلومات اذا مداني بقى بقول لكم عن ليله غير ليله الناصفه عندنا ليله اللي هي الوقفه ليله الوقفه ليله النشر لان يطلعون شو يسوون ايش يحطون اذا صار الفرصه بنقول لا ليله كل شيء تقول لنا ان شاء الله الساعه المباركه الحين تجمعوا الحريم يلا
عدل أول الشباب شروا قريضاتهم راحوا عشان يقعدون يا براس العاير يتيمعون يا بيروحون بحد هالدواوين الحريم على طقوسهم غير لبسوا هديماتهم عيالهم وقعدوا قعدوا عندهم عيد اللي عندهم إحنا يدات الله يرحمهم بنات ملة زكريا ملة زكريا أقدم ملة يابا مبارك الصباح من عمان عشان يدرس الفقه ويدرس ملة زكريا الأنصاري ملة زكريا الأنصاري فهذولي بنات اللي هم يداتنا أم زكية الله يرحمهم خدية كل أحفادهم يعني وخالتي مريم كلهم رحمة الله عليهم عدل فيتجمعون كانوا حافظين نهج البردة حافظين القصايد فيبتدون يقولون المالد أبي العيال تردوني بقى عليه هذه ديدك ماشا ها ايديك ماشي اي هذه ما هذا انا بحضنها ما شاء الله حلوه الله يرحمها ويغفر لها شوفوا يبا ابى اقول لكم بس هذا سردي عدل ردوا علي يبا نبي سلام عليه سلام عليه رسول سلام عليه وسلام عليه النبي الحبيب سلام عليه سلام عليه صلوات الله عليه وسلام عليه النبي أعطوني الجواب اللي داخل الكورس سلام عليه الرسول سلام عليه سلام عليه أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور نبي سلام عليه أو سلام عليه رسول سلام عليه سلام عليه وهذا هو يبتدون يسلمون ويقولون عن القصيد هذا كله يدشون تالي عقب ما يسلمون بالبداية المالد يبتدون أكو الله يسلم عمركم اللي هي نسميها حنا الجلة وقبل ما يقولون الجلة ساعات يقولون حي وليلة اللي سواها عبد الحميد السيد الله يرحمه حي وليلة حي وليلة وعلى ليلة وترى الكعبة تجلت واستنارت بالظلام الله الله حيو حيو ليلى حيو ليلى وعلى ليلى السلام والله الله ترى الكعبة تجلت ألت واستنارت بالظلام الله الله وهم على هالمنوال قاعدين يذكرون ويقولون هالقصايد النبوية أو المديح في الذات الإلهية أقول في هذا لأن بكمل في شيء ثاني يسمونه عندهم الجلة يجلون جلة الجلة إيقاعها يكون بالصوت هي الله هم يلحنونها الله الشيال او المطوعه او المطوع اللي يقرا يقول القصيد او المديح وهم يردون عليك في هذا الايقاع فاحنا نقول صلوا يا كرام على محمد مصباح الضلال كنز الرسائل الهوى دلائل لا يسمع من
الليل يقضون سالفتهم بهالشيلات الحلوة. وطبعا اللي ما عندهم وقت أو ما عندهم المقدرة أنهم يسوون المالد بريحاتهم يدعون ويتهجدون حق رب الفضيلة رب العرش العظيم في هالليلة أن الله يمدهم بالصحة والعافية ويبدل عليهم. فيقولون رمضان عساك من عواده، في من يعود في من ما يعود، عسانا وياكم العايدين. آمين يا رب. الحين كل هذا مكتوب هني، مكتوب وايد قصايد. راحة وهلة يا بنتي، راحة وهلة. كم عمرها؟ انا قاعد اقول لها ريحته. هذا ما هذا جاي من البحرين من مال واحد من اللي يشيلونه هناك، هذه من التركه مالته، توفى الله يرحمه. الله يرحمه. فيا بوليه وقمنا حنا طبعناه مره ثانيه وخذينا من القصايد اللي نبيها. ما شاء الله الاوراق يعني. نعم. هذا انتيك امره فوق فوق ال 50 او 50 فوق فوق ال 100 سنه الورقه يعني حتى امسكها قلايله متوارث يعني. اي ما شاء الله. ابو داود هذا الشيء موروث اللي القيم اللي عندك خلاك فنان كل بيت بالكويت والخليج. الحمد لله فضله من ربي. اي والله ما شاء الله مدرسه بالتاريخ. ما في بيت ما يحبك يعني، وما في بيت والله جد والله يعني جد. من حب ربه حب بخلقه فيه، ومحبة الله من انتي من رضا الوالدين. عساك يا جماعة أهم شيء والدينكم وصلة رحمكم، لا تقطعون الوصل. والله أنا وصيهم الحين ترى هذا احنا ليلة النص باقي 15 يوم، يقولون قبل اللي ما يصالح ربعه وصالح أحبابه قبل لا تطوف 15 يوم ما تنقبل صيامه يظل. هذا حكينا طبعا احنا بس نقول هذا المتوارث عليه. فانت صالح ما تشوف إلا يقول حللوني يا اين الشهر الفضيل، حللوني يا اين الشهر الفضيل. عسى الله يسمح إن شاء الله على هالكلام الطيب. شو كل بيت يحبك. كافينا بالسناب شات اول ما تبتدي وتقول اصبحنا اصبح الملوك لك. هالسناب شات صار لي سوله يا بنتي، هالسناب شات عسى الله يسلمها احلام بنيتي عسى الله يشجعك عليه. يبا يبا سليمان ليش ما حطيت لك سناب شات؟ كنت ما اعرف له. قام والله يسلمه احمد واول ايفون يا بلي عبد العزيز المفتاح. انا ما اعرف حق الايفون للحين، هذا اللي عندي هذا بوليت اللي اشتغل فيه. اوكي بوليت. نعم. لا بس ما شاء الله يعني انا قاعد اشوف ان صغير وكبير يتابعك وداود. الحمد لله يعني والوالده عندنا متاثره فيك، تتابعك من الصبح لليل وكل ما شفناها متابعه من متابعين متابعه وداود. الله يحفظهم ان شاء الله ويسلمهم يا رب العالمين. انا يقولوا لي سليمان انت تقعد الصبح تدعي، هذا الشيء مو يعني انا مبتدعه، انا رباط يداتي عاد الحريم الكبار اول ما يفتشون عيونهم من النوم ولازم مع صيحه الديش قبل الاذان يسمعون فتلقاها لا إله إلا الله أصبحنا وأصبح الملك لله. عسى الله يرحمنا يرحم أمة محمد. عسى الله يغفر لنا ويغفر لكم. عسى الله يشافي كل مريض. عسى الله يرد كل غايب. يدعون لهم ولأمة محمد أجمعين. فأنا صار هذا الكلام لو بدأ يحق روحي. تربيت على الكلام الطيب. تربيت على الكلام الطيب. الحمد لله الله يرحمه ويغفر له. الحمد لله. احنا شفنا صور قبل شوي. نعم. صح. صورة الوالدة. أمي الله يرحمها. الله يرحمها إن شاء الله. شنو تأثرت فيها وشنو خذيت منها؟ أمي الله يرحمها يوم خذوها كنة أول ما عمرها 16 سنة أدوم من 16 جايبتني يعني شوفوا البنية يعني بينك وبينها 16 سنة تقريبا. فلما أقول لها يوم تقول لي أنا يابوني من بيت أهلي يعني أمي خذيها مربيتها ومعلمتها وكانت تربي أخوانها خالي فيصل واللي أصغر منها فمعلمتها يعني تقول لها أم الله يسلم لعمره قاسم أمه تقول لها تقول حق أمك هذه أمك هذه أمي وأبوي وهذا أنا في حضنهم. الله نعم يرحمهم. تقول حق أمي خدية يا خدية يا أهل قاعدة على الطشت قالت تعلم باشر براها بيت وعيال. عمرها تقول لي عمري وأنا قاسل في الطشت عمري 8 سنين أصوبا يعني قبل. والمرأة رعاية البيت تحب العيال ما يقربون يمها لشغل البيت شغل الحريم. الولد تبي يطلع كادود يتبع هله يتبع ابوه يتبع عمامه يروح البحر ويقص الصخر ويبني ويشيل ويحط. البنيه تفرح فيها لان البنيه تعلمها على شغل البيت وياها ترفعها. ما كان يبى لوادم مقتدر يجيبوا لي فلبينيه ويجيبوا لي هنديه ويجيبوا لي سلاني. لا الاول بيوت الكبار عندهم خدم جواري وعندهم دنيا، لكن البيوت سائر الناس اللي عندهم على بناتهم
واللي اخذ الريال المراه قال رحب الله والديك، هذه البنت المراه السنعه اللي تعرف تطبخ وتغسل وتكوي وتعدل، وما دينها خرقه تقط البيزات، لا تجمع البيزه على البيزه وهي تشي وهي مصروف بدينها سنة. الريايل قبل يروحون ما على قولتهم ريلي ما ينشف وزاره قوس وسفر، يعني أربعة أشهر بأربعة أشهر كله بالبحر، فيكون الريال والمرأة بالبيت. أي والمرة في البيت هي المسؤولة عن البيت، يعني شون شون حريم صناديد اللي ينعم فيهم قوة تربي وتشيل وتحط وتغسل وتنظف، لا والشاطرة منهم اللي تخيط صح عدل ما حتى الملابس ما المرأة أي بتستجدي ولا تروح حق بيت أبوها تقول ما عندي أكل ولا ما عندي منقود عليها يزعل ريلها، شون حتى لو ما عندك تمني وأنا ما تروحين تقول ما عطاني ولا ما سوالي، أنت حط البيزة على البيزة تخيط وتسنع، بعض من الحريم تروح إذا بإيرانهم أو بيت العود محتاجين أحد يساعدهم، مو خدمة خدامة لا يسمونها أمي فلانة دايات، يروحون يساعدون في البيت تربت منزل يعني إيه؟ والعيال ينادونها يما عيال البيت الثاني، تروح وتشيل وتحط عندهم عدل وتاخذ لقمة حق عيالها بسكات عليها بيتها وترد بيتها، لكن ما تقعد في البيت حاطري العريل ما يابلي ما عطاني ما سوالي لا هذا ما عشان كذي شوفونا شلون أنا أقدر يقول السمن أنا أقدر الحريم حريم هالكويت اللي أول وقفوا شلون وحريم الخليج ترى كله خليج قطر بالبحرين في 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 السعودية في في في, في, في عمان في الإمارات الله ياهما اللي تغزل واللي تنسج واللي تسوي واللي تروب واللي ماكو شيء عندهم ينقطع لها مهمة نعم ما يطيح لها طايح المرأة في البيت أبدا، الحوش رمل ترشه وطقونه بالمضرابة عشان لا يصير نبقة لا النبقة تكون نبقة شنو ما كان في سناب شات وإنستغرام التكنولوجيا خلت كل شيء وقت المرأة بعدين قبل كانت المرأة يعني مملكتها البيت نعم وتتربى من يوم هي صغيرة على أنها تكون راعية بيت نعم الحين المرأة تعلمت وقامت تشتغل قامت تهتم بالبيت وبشغلها وتبتكون مرة ناجحة كل شيء سريع نعم. ومن عندها عيالها تحتاج خدامة تساعدها تحتاج ما يخالف وتدرون منو أكثر مساند المرأة منو عندنا في المجلس الأمة صفاء الهاشم صح عدل صح. انا كنت من انا ولا ما ازال الاستاذه صفاء عسى الله يسلم عمرها اختي الغاليه عدل اشوف كلامنا عدل واشياءنا اللي نبي نبرزها للناس تقولها صفاء المراه نحييها لان هي اكثر تحمل من الرجل صح. هي تحس بالمعاناه اكثر من الرجال قلبها صدق رحوم وطيب لكن تقدر تقول الكلام اللي ما يقدر يحس فيه الرجال هي توصله عدل ولا هانوا الرجال على عيني وراسي بس احنا يقولون لي سليمان انت تربيه حريم قلت والله صناديق اللي ربوني ايه شلت انا بيت كامل على راسي عدل وقمت فيه ما حسوا ان ابوي طاح مريض ولا طاح كاخواني موجودين وعماتي وعمامي الله اللي راح منهم اللي موجود اسال الله طول العمر افتخر فيهم ويفتخرون فيني ما حسوا ان ابوي تعب ولا راح شلته على ظهر البيت اول ما بديت اغني اول ما بديت في بداياتي قام علي ابوي إيه انت ولد القصار شلون تقدر تطلع تغني شلون قنعت عيال مداود اقنعه من اللي قنعه من اللي يكلمني ويناديني كبار الناس اي إيه الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني كبار العوائل يعني. ليش لان اول ما بديت اغني قال لي اسمع يا سليمان انت الحين كسرت شوري بتغني بتمشي في هالدرب لكن اذا مسكت عليك غلطة واحدة أو شفتك في مكان ما هو عدل مكان ما المال لا تملك مسؤولية يعني نعم أعرف أن أنا ذابحك قبل اللي قاسي أنا أذبحك أنحرك هذا اللي خلاني الحين لي 35 سنة عندي عدة وعدتي كهي ماشي هذه صورة الوالد صح الله يرحمه ويغفر الله يرحمه كان شديد وايد إيه؟ من الأشياء يعني إيه؟ كان كلونيا انا طلعت انا بحكم رباطي مع الحريم وتكله وياهم كلامي رطب شويه في ليونه ما يعجبه فشافني حاط كلونيا ريحه هذا يبا كم عمري 13 مليون يعني كنت وقتها بدسمان ولا برمثيه لا مو بالدسمه كنت برمثيه تونا نازلين رمثيه كان يقول لي ايش حاط قلت له كلونيا يعني صبي توني اعطتني امي غرشه تقول تعطرت بروح المدرسه اي عادي يخشها لي لين وصلنا كان يقول لي خلاص مدرسة تعال
أمي خدية الله يرحمها ويغفر لها تربي عندها غنم في البيت واللي ولدوا تعطينا التويسات وتخلي الإنثى عندها التويسات حق الذبح. زين التيس يركض بالحوش مع اليهال ولو يكمل 20 شهر كروا على طول وذبحوا وكلوا. كان يقول لي روح هيبة عمري 12 سنة. لا دول قال لك ذبحها. نعم أوف. ذبح. يعني شوف انت هي التربيه قويه فيها جساء ولكن يعلمك شلون تصير ريال. ما تعلم يا عجب الحال المايل انك والله بترطب وبتعطر لا تعطر كيفك لكن عطني رجولتك شلون خلاني اذبح ورفض انك تطلع بالاعلام نهائيا لا صحافه خلاني اصلخ خلاني علمني شلون ارد الميادير شلون اصب البلود نجمع الرصاص ونسوي المحاقين ونصب البلود اللي هم حق الحداق علمني شلون ارمي علمني شلون اسوي الفخ الفخوخ مالت الطيور شلون اركب الطاره علمني شلون احدق علمني شلون اطارف كلش كل الله رحمه الله عليه وانا من بعده واخواني كلهم يوم قلت له احنا يا هال ما عنده ياهل ما يعرف يسبح ياخذك ويحطك على دينه كذي اول ما تبدي نعم كل اخواني يسبحون ما عندي ولا واحد ما يسبح الحين اضحك عليهم ريايل كل واحد شطوله ما عارف ليش يبه قال ما علموني صاج اللي ما علموه ما يعرف هذه الربات الاول يعني حريم قبل غير وريايل قبل غير والنعم وثلاث ترعام والحين والنعم وثلاث ترعام يعني الاثنين نقول لهم اخذوا قدوه من الاولين والله قدوه يعني احنا اللي عاصرنا احنا مخضرمين عشنا العصرين لما اشوف عيالي ما اقول لهم استانسوا الدنيا ترخى وخير ونعمه عسى الله يزيد الخير الحين والنعمه الامهات قلبهم رشيش ما يقدرون يشدون على عيالهم ما يخالف لكن كل اللي كبير اللي ما عنده كبير يشتري له كبير الكبير الله سبحانه اي اللي صار الياهل ما نهرته وما علمته ان هذا امه وهذا ابوه لازم ياخذ شهورهم بيتعلم عقب من يكمل عمره 16 سنه عباله هو يعرف الكون كله وعباله هو صار ريال احنا بيننا وبين بعض شو نسميه ولا مؤاخذه اللي يسمعونا سن الثواره بنادم سن الثور هذا السن عدل هني قوة ويطق الباب يطيحه لكن المخ الكبر عبالة أني أعرف كل شيء بالدنيا يا أبو داود الحين اللي هال عيال الموبايل والآيفون والآيباد ما نقدر نشد عليهم ما تقدر عليهم هذول يا هاي لكم مع التكنولوجيا ما يخالف تكنولوجيا بس على قولتهم تقدر تاخذه على سياسة وعلى شوي شوي بالكلام الطيب بالكلام السنع ما فاد الكبير بالعيلة لازم ترى كل عيلة شوف عيال محمد أخوي يخافون من أحد محمد خليهم أنا عندي صح يخافون لازم كل عيلة يخافون من واحد يحترمونك مو بس أول احترام يهابونك يهابونك ويحترمونك نفس الشيء عيال سمية أختي نفس الشيء عيال عبد الله الله يحفظه عسى الله يرده اي فيونك عندهم امهاتهم لكن عندهم كبير الكبير الكبير الله لازم هم اللي يردون الراس عليه ياخذون ويعطون وياه بالكلام لا والكبير لازم يخاويهم ياخذ سالفتهم وضحكتهم مو بس يسوي لهم السيد لا كذي كذي ما تقدر صح يصاحبهم يصاحب عشان الدش داخله واحنا لان عاصرنا هالسوالف كلها فمن يجيني الولد او تجيني البنيه واشوف وياها منقوص انا عرفت سالفتها شنو بس ما ابي اتخفاها قدام اهلها ولا ابي اتخفاها قدام اهلها تعال يا ولدي سالفتك قال لي يبا كذي 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 قلت اي نعم كذي الدرب هالشكل الدرب يبا كذي مو كل شيء يستوي بالماده اكو شيء يستوي بالعقل اللي يستوي بالعقل نسوي بالعقل واللي بالمادة إن الله قدرنا بنسوي بالمادة بس المادة ما شاء الله عليك أقول شنو المادة ما شاء الله عليك أبو داود هم يعني كانت بالإعدادية سويت لكم فصل شعبي أنت نعم. وأصدقائك أنا شوف الله يسلم عمرك إحنا في ثانوية رميفية طلعت من الثانوية طبعا قلت بعيد السنة عشان أجيب نسبة وهذا يعني من أسوأ الأشياء اللي سويتها في حياتي بدل لا أجيب نسبة أجيب دور ثاني من شارك بالجريمة الفصل هذا؟ الفصل والله عسى الله يسلم عمره ما أزال الحين من الحين على تواصل كها صورة المدرسة صح؟ أي نعم أي هذا بعيد العلم هذا هني أنا طالع أي واحد أنت فيهم؟ أي أيوة المدربح هذا الحبشي ناظرنا في شركاء وياك اي إيه؟ في شريك قاعد دوره انت واحد ما اشوفهم عاد من بعيد ما ادري بس إيه؟ لا كانوا اللي وياي ربعي كانوا بالقسم الادبي الشيخ فواز الله يطول لي عمره ابو وزير الاعلام اللي كان السبب في ظهوري بالتلفزيون وزير الاعلام السابق الله يطول سعود الناصر نعم سعود الناصر نعم اللي هو ابو فواز لما توفى والدي الله يرحمه وقال لي سليمان انت كان العارض احنا كنا سامحين لك لان العارض كان الوالد الحين فيا ابني بالتلفزيون وسنعني واكرمني والحين اسال انا ترى جيت اليوم عنوتي طبعا لكم انتوا والساعه المباركه شرفنا لكن اللي شرفني
ويعني واخجلني في سنعه وفي كلامه الطيب. الله يطول لي عمر الشيخ محمد وزير الاعلام، ما قصر، عسى عمره طويل، لانه قال سليمان تيجي، قلت له على راسي حاضر، وهذه وزارتي وهذه وما لي بد منهم. نعم بيتي، ما لي بد منهم، عشان كذي تعني تؤدع. وعاد الشياب لي قبلي بعد ايش اقول لك، الزين كله انت اللي منورنا اليوم، انت نكهه وبهار الليالي اللي فوق. الله يسلمك، يعني حلو هذا كل الليالي صراحه، اسم مميز نكهه وبهار، وبرنامج تميز فيك وبطلتك، ويعني كنا ننتظره من زمان، بس تاخرت فيه شوي ابو داود. يعني كنا ندري ان ابو داود ما شاء الله بروفيشنال، تذكر في فتره من الفترات نعم. كان انا عندي برنامج طبق وانت كنت ضيف عندي نعم. نورتني الله يسلمك، فكنا ندري ننطر هالخطوه من زمان، بس شوي تاخرت فيها. ليش هذه كانت مع اول بدايتي مع عادل الشرهان في برنامجها كشته عدل في شركه ايجل فيجن، ويو عقب ما سويت انا الحلقه واحده وياها قلت لهم تعالوا بطبخ لكم. اي نعم الله نمسي عليه الله يسلمه. قال لي تعالي انت ايش كثر تعرف من الطبخات، لان الناس حبه وايد شغلك وسالفتك وانت تطبخ. فقعدنا نعد انا وياه، فطلع فوق 70 طبخة. قلت له بعد ما خلصنا شيء، كان يقول لي هاي فيها سيزنين نشتغل فيهم. 70 طبخة. وطبعا انا ما سويت 70 طبخة، انا سويت في كل كتاب فوق 80 مدري 85. فهذا هذه مجهود احمد القصار، احمد اخي عسى عمره طويل، هو اللي كان واعلى مبيعات ما شاء الله تبارك الرحمن، فضل الله عند العجيري ينزلهم، وعند جرير في السعوديه انا شفتهم بعد بالمدينه، الحين نزل الرابع وان شاء الله يعجب. الرابع اللي اخر واحد اللي ورقم 4 هذا اللي جديد. اي نعم داود هم مقصر بالسناب، يعني فوق كتابك هم مقصر بالسناب. انا تدري شنو اللي يونسني يا بنتي؟ يونسني لما اروح سوق او جمعيه او اي مكان واشوف الحريم الكبار والريايل الكبار عدل يسلمون ويتحفون، كني اليوم انا مسير عليهم لان يشوفوني كل صبحيه. شو يقولوا لك؟ شو يقولوا لك لما يشوفونك؟ شلونك؟ ليش امس ما بينت علي؟ امس ليش تاخرت؟ عسى ما شرك. يعني تدرين هالسؤال شلون يثلج الصدر؟ لما تشوفين اليهال الصغار يقول لها تعالي هذا بابا سليمان، اي بابا سليمان، تقول واحده من الحريم تقول لي ما يقومون عيالي الصبح لما اشغل لهم السناب، اقول شوف بابا سليمان قعد لما حطيت هذه اللعبه بلي وبشر العب وياها هذا اخترب باتريها برد سنة أنا وثانية. فحتى اليهال يعني صار شيء، صرت أنا مرتبط ويا السناب شات بالبيت. أي بالبيت، وأطلع الناس اللي من كثر ما يشوفوني عبالهم أن أنا رفيجهم صج، ما يدون أن ما أعرفهم، بس وأنا لازم لما يكلمونك تكلمهم كأنك صج تعرفهم، كأنك صج قاعد وياهم، لأنك كل يوم تسولف وياهم. اللي يونسني أكثر البنيات والحريم، يعني واحد من الريايل اتصل علي الساعة 2 بالليل من الليل وهم في أمريكا، عشان يقول لي أنا بس ما أدري إنه وقت متأخر، بس قلت لازم أشكرك لأن إحنا صار لنا متغربين فوق 6 سنين لأول مرة مرتي توكلني مجبوس دياي عدل. قال لي فتشت الكتاب، قلت لها كا القصر طبخي لنا مثل القصر. عاد مجهود سهل، اسهل شيء. يقول فقلت لها الحين دوروا لي رقمه بدق ادق اشكره، يعني ايش تسوى هذه؟ هذه الشيء اللي يثلج الصدر. الدش واحده علي وانا قاعد عقب صلاه العصر مسلم، يبا في مره، قلت منو يبا؟ ما عندي احد بيني الحزه، كان يقول لي ضروري تقول بتشوفك. نعم يبا امري، كان تقول لي بنتي التنسى ولازم اخذ اتشار. تبي اتشار؟ منك الاتشار؟ من بيتك يا بنت الحلال. انا ما ابي اتشار، الباب عليك عشان تاخذ اتشار. انا ما ابي اتشار. كانت تقول، قلت لها والله هذا بزمه وعراشير اللي بس تفضلي. الظاهر اشتهيتها يعني بالسناب، شافتها بالسناب. يعني اكو اشياء تحصل يعني مضحكه صدق، بس انه وداود لا تلومهم ترى بالسناب شات، يعني اذا واحد مو يوعان بيوع وسب الاكل اللي قاعد تحطه. لو لما تتكلم بطريقه انه يعني تتنطع، يعني يا حلوه يا لذيذ، تشوق اللي مو متشوق. ان شاء الله بس يكون يعجبهم. انا لاني تعلمت من والدتي الله يرحمها، وعمتي الله يطولها، عمتي نور، وعمتي رقيه، وعمتي امنه، وخالتي السومه الله يحفظها ويخليها. بالمطبخ عندهم مو هو شيء اساسي، المطبخ شيء ثانوي، فيدشون فتره بسيطه يسوون لك اللقمه وعندهم شغل ثاني. يعني امي الله يرحمها لما اقعد وياها يقول لها يا ماما متى وقت الراحه؟ تقول وقت اللي صفط الهدوم، هذا وقت الراحه. هذا وقت راحتها. انها تصفط الهدوم. حتى وهي قاعده هذا وقت الراحه. عندها شغل عندهم. فالوقت مثل الساعه يشتغلون طول الوقت. اي وين تعلمت الطبخ؟ تعلمت عن طريق محطه؟ لا الطبخ وانا صغير عند امي، ماكو خدام ولا كويبه، فانا صغير وانا بكرها، طاولني هذا، اعطني هذا، دير بالك الشوله، اقذب القفشه. هي طشت منك في الهدوم والغسال مني. حتى يبقى قبل عندنا حوشه فيها غنم وفيها بهايم، هم لها يوم الجنه تخم
وتسيل إيه. وإذا كانوا الشنات الحموات من حسين خلونها بروحها، وإذا كانوا على قلبها يعاونوها أي. تخم ويا الريل لازم تتعدل وتتبدل وتغسل ما تنطر ريحتها بصل ولا تنظر ريحتها ولا خام الحوش. لا ما بالعيب تدري متحتنا عقب الزام لين وصل ريلها تعدلت تصقلت وتسنعت له هذا عاد الحين حق البنيات سمعوني يا بناتي الحين اقول لكم من يدش ريلش من الدوام انت على عيني وهم انت شقيانه وتعبانه لكن لا تجمعين لدلاقي من المصايب وتقطين بوجهك شكاوي والبلاوي حاشي بوجهن باسم بوجهن ضاحك ولقمه حلوه ويا حبيبي ويا حياتي هي سوت شيء قالها ايش تبي لا سوت شيء قالها ايش تبي لا ما والله ما بالعيب الا تحلى في عينه وتزين في عينه ويتحلى عليها عدل ليش ليش لكن ليه لاقته ترى فلان طقه بالمدرسه ترى فلان سوى كذي ترى امك يوم ايش قالت قال طلع من البيت يكونه بيعدلها وعماها خذ الثانيه وتقومت مرتين الاثنين نفس الطقه إيه؟ ما قالوا خذها وخذها خلها وخذها خته قال الله يلعن الثنتين لا يبا هذا مثل يقول بيت حاله وما نضعت لحاله هذه تنتف الشيب الابيض وهذه تنتف الشيب خليك على مريتك وسنع لها وتسنع لك عسى الله يحفظهم ولا يفرقهم انا تدين ايش كثر اناستي لما اشوف الحريم اللي الحين مع رجالهم عسى الله يحفظهم يا طول طول العمر كملوا 50 سنة كملوا 55 سنة مع بعض يعني الله سبحانه الله لا يغير عليهم ان شاء الله هذا اللي نقولهم وما طيح من كلمتهم من كلمتهم يا ابو فلان وليه صاروا بروحهم حبيبي ويا روحي ويا بعد راسي سنة. اي ويا راعي بيتي تقول له الكلمه الله هذا الرضا هذا رضا النفس داود احنا لما داود احنا لما نسافر ونشوف هالكبار بالسن قاعدين مع بعض نستغرب نقول الله طاش حالاتهم ليه الحين قاعدين مع بعض يعني شيء احنا نستغربه لانه صار غريب في مجتمعنا صحيح. اي والله لان احنا لا ونشوف الاول لما نروح بريطانيا بنروح لندن ونشوف عيايز الانجليز يتمشون مع الحريم يتمشون وحاطه الميك اب والحمره الحمراء وهي يدوب والحريمنا مساكين متكمكم حالتها حاله صح. اقول لها تقول عيال مثلها قلت لا مو ما اقولش تبرجي مثلها لكن الحياة حلوة. حب الحياة لا تقولي أنا كبرت لا تقولي يا الريال الكبير أنا كبرت بس من الدنيا لا والله لو لي في الدنيا ساعة أبي ولو فيني بس نسم يروح ورد أبي هذه الدنيا حلوة سو حق يومك ودنيتك كأنك عايش الدنيا الدينة كلها وسو حق آخرتك كأنك بتروح باكر لكن مو من الحين تقفض عمرك وتلحف وتقعد لا ما بالعيب قوم واستانس وراحت علي والعمر لا 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 لا, لا, لا ما راحت علينا شوفوني الحريم أنا الحين عمري حول 60 عمري 57 سنة طول العمر إن شاء الله يعني ما باقي لي شيء على 60 يشوفوني ربعي اللي من أسناني مش مسوي بروحك أنت مش حقص أي بسبق وبتعدل وبتسنع وبتزقرت ايش عليش وايش حقه كمكم عمري لين أنا اللي شوف تدرين متى ما أحب أشوف الأوادم اللي صرت مريض عشان ما أقفهم ايه اوه اللي صرت مريض ما احب اشوف الناس اقعد بريحاتي اجاب المصحفي واجاب الرب ان رب الشافي المعافي عدل هني ما اشتكي حق احد لان وهذه سالفه نفسك عزيزه من يشوف من يشوف من يشوف ابن ادم تقول له شلونك عدل شلونك رد علي الحمد لله طاب لونك الحمد لله الحمد لله انا فيني وفيني لا تشكي كان اللي قدامك مو مريض بيبرد لا تشكي الشكوى فوق بس هني فوق رب العالمين بينك وبينه ماكو حجاب قول اللي تبي رفيجك او هذا لا بتسند عليه في سالفه في مقثة غثتك مسكات بيني والله ترى صار كذي عشان ينصحك عشان يعدلك عشان يعطيك راي ثاني لكن فيك مرض ولهذا الشافي المعافي فوق هو سبحانه اللي انا اقول لهم ترى انا رحت ورديت يعني حجزت مول بروح ووصيت كاخواني يسمعون وصيت قلت لهم ترى خلاص قال لي الدكتور يا سليمان خلاص لانه نشف الجسم وما عاد يتقبل شيء هذا في ايام مرضي والله لا يعيد الشر يعني رديت الحين انا عارف شغله انك بدعوك انك تكلمت عن التزقرت وتحب تهتم بشيء نعم. عندك كبت مليان بشوت نعم بس انا بعرف شغله في بشت من هالبشوت اغلى واحد عزيز عليك اي اي نعم شنو قصتها هاي بعرفها منك بشت عمي صباح أيه صباح الله. احمد عسى الله يطول لي عمره تحب نشوفه خلينا نشوفه جايبينه ما ادري ما جبتوا خلينا نشوفه احمد اخوك ما قصر ما قصر وباقي لنا ما قصر هذا الله شوفه. الله يا بختك
بس تعمي صباح بنحسدك عليه. اي والله يا حلوه. هذا انا عند الله يرحمها ويغفر لها ويسلم ان شاء الله يا الشيخه سلوى رحمه الله عليها عساينه البارده. عندها كان تقول لي بعطيك من بشوت ابوي صباح، يا بتلي هذا ويا بتلي شذري الثاني. أيه. الشذري خذا عدنان رفيجي عدنان الخرس، تعال مش فيه وانا ما بغيت اخليه. أيه. وخلى لي هذا ما البسه. هذه بس حاطه شوف. أيه. هذا عشان اقول الله لكم الله الله. نعم. ورا حلو. نعم. اللون نعم. ها شوفوا. اي ما شاء الله. شوفوا الانشل مال عمي صباح قهوه عليه. الله. نعم. الله هذا عزيز عليك. نعم. ما طلع من الكبد. لا لا هذا شيخنا وضرانه. اي والله الله يحفظ لنا يا رب. والله وشو ما شاء الله يعزهم ويعزنه. نعم الله يحفظهم. صباح الاحمد يعني ايش اقول لكم طيبته خليهم دخل ان شاء الله حق البلد. هو والشيخ نواف الله يطول لي عمره بالقلب الرحوم عسى الله يحفظهم وشيوخي كلهم. ولا هانوا يعني احنا من الصباح والصباح منه ما لنا قناة عنهم ولا هم قناة عنا. عسى الله يعز هالديرة ويحفظها. هاكم يبا عسى الله يحفظهم كلهم. نعم. لنا يا رب ان شاء الله. امين امين يا رب العالمين. شايف تاخذ بريك ويانا تريح شويه. يلا ناخذ بريك. الاكل الحلو هذا من مساعدة شغله الهريسه. خليتوا تدقوا الحب ما اكلتوا الهريس. وشكرا على البشت اللي اول مره يطلع من البيت. الله يطول عمرك. شكرا على اخوك بعد احمد. اخوك احمد اللي مشغول وايد. مشكور يا احمد وخديجه هذا نور عيني. ولا هان اخوان الباجين عسى الله يحفظهم. وسام الله يحفظه. عسى الله يحفظك محمد. الله يحفظهم لك يا رب. عسى الله يوفقك ان شاء الله غربته ويرد ان شاء الله ويا اولاده ويشافيه. وسميه خيتي وعبد العزيز وعياله كلهم حبايبي. الله يخليهم لبعض ولا يحرمهم. وباقي عيالي اللي انا مربيهم بعد اسال الله يحفظهم كلهم من غير اذكر اسماء كلهم عيالي. اسال الله يحفظهم. الله يسلمك. واحنا بنريحك وبنطلع بريك. يلا عشان تقهوى معنا فقره سينما الخميس مع بدر الخميس. مشاهدينا وقاعد سولف انا وبداود اقول لهم طالبين الكريم. شنو طالبين الكريم؟ طالبين الكريم هذا يطلعون الحريم. عدل هذا الحريم يعني قبل كان فئه اللي هم الضعيفه من المجتمع اللي هم يؤدون الفنون ويؤدون الاغاني وكذا فما يستجدون ما يقولون يا الله ما لله اعطوني لا يعطونك من فنهم وتعطيك تعطيهم من رزقك من 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 الخير اللي عندك فيقومون يتيمعون العديد ويطلعون يفترون الحريم بالسكيك بين بيوت التجار بيوت الشيوخ ويشيلون هالشيله طالبين الكريم عدل خايرين له نسوه احنا مختارين رايحين نسوه وتقول مزايد الله يرحمها طالبين الكريم وطالبين الله سواه يعني طالبينه وطالبين الله سواه سبحانه عدل شلون يقولونها شو يقولون خلنا اقول لكم الحين طالبين الكريم أو طالبين الله سوى Oh, my baby, baby.
ترى عيالي عسى عمرهم طويل يعني ترى هالشيء ما نأدي بالعروس وزين منهم الآن اللي هم يجيبوني عسى الله يسلم عليهم يعطيهم أنت واللي ورا الكورس منك عبد العزيز والشباب اللي شايليني وأحمد وكلهم اللي قاعدين يعني صعب عليهم يمكن اللفظ أنا عشان أقول لكم هي الكلام هو دعوة ومو استجداء إن ترحمني يقول طالب الكريم احنا خايرين له نسوة وتقولون وطالبين الله سواه يعني سواه الله سبحانه وطالبينك طالبين الله سبحانه صحيح سلم بناء على الشيخ او راعي البيت اللي بيمدحونه يا ابو العيال لا فجعك الزمان عادها الله عليك ورحم الله والديك وعلى بنيته راس فلانه طويل والمشط خضعه وعلى بنيته الثانيه والحي له رنين على الدرج نسمعه عدل ولابس له ثوبتين والردف مزعه انزين فلان يا ابن الكرام والعدو ما يلاه لابس له زبون على 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 الشيخ او راعي البيت عمر ابو ناصر يدوم ويلا يا كريم ما حد نضيعه يختمون كلامهم شو شلون كلام مرتب على السجية ناس على طبيعتها في عزة نفس بعد نعم أخلي هذا الميكروفون عندي وسكت وخلاص وداود شلون الواحد إذا يبي يعرف يحفظ هالكلمات وين يحصلها الكلام هذا الحين أنا هذا هني أنا الشكر كل الشكر حق وزارة الإعلام اللي حطت الإذاعة اللي فيها الأغاني الشعبية الكويتية قاموا عيالنا يسمعونها ويون يسألون يبا شو يقولون قبل لهجتنا واضح. الكويتية نعم مو واضح الكلام صح. أو مخارج الحروف الصوت بعد حتى ساعات حتى شوفي الأول عندنا العديد لين قالت العدة كل عدة تقول قصايدها صح. تقول راس البيت عدل عدل وباجي البيوت ما توضحها عشان العدة الثانية ما تبوقها منها فيقولون يعني مقصودة اي مقصودة فاحنا انا وايد من القصايد يوصلنا راس البيت بس. اللي باجي ما عندنا لا الا القصايد المثبوتة شعر الشيوخ اللي هو الفنون والتراث هذه اما القصايد المديح اللي يسوونها ترى جليل منها موجود ولا يدرون شريك وشرين قال كلها تحمل معاني يعني وبعدين فنانين سعادة البريتشي، عودة المهنة، عواد سالم، أمينة مزايد اللي قبلهم وريدة الثاجب اللي قبلهم يعني كانوا لما يروحون العرس أو يروحون الحفلة أو الشيء اللي بيقول يبدعون الكلام ويبدعون اللحن عواد كان الله يرحمه المغفور له الشيخ عبد الله السالم يودون له القصيدة حق عواد يقعد عواد يلحنها ألحان الفنون عندنا بالكويت ترى هي أربعة ألحان وكل لحن عدل يركبون عليه الكلام يعني الكلام اللي ما عندنا ألحان وايد حق الفنون حق القماري بس أربعة ألحان ما هي وايدة ونفس الكلام يتركب على كل على كل الألحان كانت قليلة اللي هي حق القصايد احنا نسميها ردحة والريايل يسمونها عاشوري هذه اللي دخلات البيوت أم عودة الله يرحمها تبدع كل شيء أنا عاصرتها وياها يعني من الأشياء اللي وايد تعلمت سرعة البديهة وشلون تمسك الموقف يعني واحدة من الحفلات أنا وحسين الله يذكره بالخير إحنا في عرس
بالشيراتون. خالتي سليمة الله يرحمها ويغفر لها اللي هي فنانتهم سليمة اسماعيل الله ألف رحمة ونور عليها الله يرحمها ويغفر لها مع العدة الطبل وياها رادتها مو شابحينه واحنا بنزف المعرس الحين يعني مو مسخنينه لا هاي يشبحونه حبال الطبل لازم يودونه حق دواوين البحرية يشبحونه لهم يسيبونه يبونه يرن يا دوي ولا هو مو كنا تب صاير بق بق كان اقول اي ما عطنا نشبح اخذنا انا وحسين وجاسم وقعدنا ورا الحريم نشبح الطبل كان يقولون دش المعرس قبل المعرس ما مو جايبه تعرضه هذا العرس يعني ناس مو ناس عاديين عادي من سائر الناس من سائر الناس ما عندهم عرضه يزاف المعرس فلازم الحين من تلقاته لقون طقاقات العده صح عليك سعيد عليك سعيد من غير طبل ما تركب أي. على ما نركض ركضت انا قضبت الطار يمها الله يرحمها ويغفر لها كان يقولون الطبل قلت له يشبحونه يم العقات ما عليه ارفع دنبك خذ الدنابك دقوا الطيران دنق 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 الدنابك تلزم مكان الطبل دقق 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 وصار ذيك الزفه العدله اللي الناس ما حست انه ما فيها طبل لان الدنابك شايلتها ما شاء الله عليها سرعه بديهه عندهم انقاذ موقف نعم جيت انا اول دخلتي على عود الله يرحمها اعرفها واروح لها يعني كان ذيك الساعه صالح شهاب تروح السياحي ونروح الحفلات اللي بالحدائق وانا ويا مسجلتي ولا حقهم مكالمه كان اسجل ويعرفوني من هالسالفه من هذا سليم بس ما قد شافتني أغني أول لقاء لي أني أنا قاعد يمها وأغني قالوا عند بيت الريش الله يذكرهم بالخير العرس كان في أظن شيراتون الصالة القديمة قبل استوديو الصالة والعفسة قعدت يمها كانت تقول كان يقول لها يم أي قبل لا قاعد يمها ندخل هي لها عادة تدش عند البيت تحايل وادم عدل تحاييهم تمدح وعندها قصيد قصيد ينقال حق سائر الناس وقصيد ينقال حق الشيوخ وحق التجار إيه لأن شوفي خلنا أقول لك عندها واحدة من القصيد تقول ولد منتخ اليود منتخ اليود هو منبع الجود إينا العرسك يا ولد منتخ اليود وجعود التثنى بعرسك يا ولد من تخليود بس لما تقولها حق واحد بيته ذا والدخل محدود كأنك قاعد تطنز عليه صح صح انت منبع الجود وانت لا هذه تنقال حق في مكانها فينا نقول هني تقول نفس اللحن وتقول بالكلام صبيين سنافي يينا العرسك يا صبيين سنافي هذا نفس اللحن نفس المنطوق اذا تقدرون تيرونها وياي بس دقيقه كذي بس طار ولا طارين ولد ما انت خيل يود وين انا يدي العدسك يا ولد ما انت خيل يود وين العدسك يا اوجعوني تتنى شوفي مقلبت من بيت لبيت شالت من ولد منتخ اليود لكن هذا بدون ما تبين من غير ما تبين ولا تبخصها حقه كل عشان كذي نقول لهم اكو يا جماعة غنى يتغنى حق هلا حق الشيوخ وحق التجار لأن مكانه مثل جايين بنزف مأرس يا مرحبا بشيخنا الصباحي ما نقدر نقول هذه بس حق الشيوخ ما نقدر نقولها حق أي تعرف تقدم حق منه وحق منه ما ندش وإحنا داشين العرس نقول هود الليل
ما هود الليل تو الليل بوله انت ما يصير تقول هود الليل انت وداك داخل الارض هني لازم العيال الشباب والبنيات يعني في كلمات المفروض الواحد يقولها تنقي الكلام اللي بتقوله وتعرف معناه ولا تقول كلمه ما تعرف معناها ساعات بدل المديح تصير مذمه صحيح صحيح لازم تقول الكلمه على معناها العدل علمتنا هذا جيت قعدت يمها الله يرحمها في ذاك الارز طبعا انا سويت في دخلتهم انا ما اعرف اقول منطقه شطيت باللحن حس دجيج وقوي مع الحريم كان اشط باللحن ما وقفتني ولا خانقتني قامت كسرت على طول لا سيد من الباب توها باديه بيتين وحين ساكته قعدت الله يرحمها كانت تقول اسمع اللي ما تعرفه لا تخربه يا يبا هذه النصيحة اللي أعطيتك إياها نعم أول شيء كان أقول أنا شهببت سويت الحين أنا توني أول قاعدة لي ذيك الساعة عمري 19 مدري 20 سنة توني صغير بعد طفسة يعني ما لا أفتهم ولا شيء ما لي سالفة كان طالعني كذي والحين أنا وهذا الفطاحل قاعدين كلهم أمهات ويدات اللي قاعدين هم شايلين العدة بس سبحان من جعل المحبة في قلبهم لي يعني كان في بهذاك العرس كان ممكن إني أنزل ممكن إني أصعد لما جيت اشيل السامري واشيل اغني السامري صوتي قوي انزعوا كلهم وياي كلهم خالتي منيره الله يرحمها الرميان امي غزاله الله يرحمها امي ام سلطان الله يرحمها بالطبل امي عايشه رحمه الله عليهم جميع راحوا كلهم رحمه الله عليهم وعوده الحين عوده الله يرحمها امي عوده ما شالت الطار انها زعلانه على الفصل اللي سويته فيوم اشتغل العرس واشتغلنا ودقت سليمة وغنت نعيم النوبان الله يرحمه كلهم رحمة الله عليهم راحوا وغنت سورية الله يعطيها طولة العمر والبنيات هي اسمها سورية مو هي من سوريا غنوا والبنات كلهم خذوا ويانا اللاين مرة ثانية كان يجون يطلبون من أم عودة نبي يم عودة نبي يا علي صاحب الصوت الرفيع يا مرة لا تدبينا الجناع نشتري يا علي كانك تبيع يشترون الهوى ناس نرفع يعني الكلام حلو والقصيدة أحلى في ناس جددوها الحين إيه الأردن يردون يشيلونها الحين وذاني مهم كان تقول ما نتنرفزها يعني شوي نجوى ما يبت الدفتر ماني حافظتها على صدري كان يقول لها يما بعد إذنك ممكن سليمان يغنيها كان تطالعني كذي هي زعلانة كان نظرة فيها يعني صلخ كذي قالت يا شيل فنون يلا سمعنا انت وقتها اكيد ارتعت انا لا ايش طالب مدينه حق الناظر او ناظر حق الوزير مره واحده يعني كلش عشان اقول لها اي ما اشيل فنون انا اتعجب تقول تعرف له شيله هذه بهاللهجه هي ما عندها رخاوه شده اي نعم تعرف له شيله خليني بسمع وحطيتك قدام الاختبار اي اخذت الطار ورسمت يا علي صاحب الصوت الرفيع اول شيله نزعتي عدله قاموا هني وين هني الكورس رات الكويت وهالكويت الحريم كان ينزل على طول يا علي وياي اول بيت ثاني بيت كان تقوم الطاوله تطار وتسقل هني انا كنا كاتل علي ما يبارد الله نجحت كملت الشيله سيده احنا ننطر خل بالعريجه قال هاي معدل كان تقول لي نعم بردت قلبك إيه بس تركد انا اقول لك الكلمه بالضبط الله يرحمها ويغفر يعني مسكت عليك الزله قالت اي نعم تركد بالشيل انياطك قوي انياطك اللي هو صوتك وقوه حنجرتك قويه توك صبي انياطك قوي بس تركد بالشيل الفن يبقى عطى ويعطيك حلو كثر ما تعطي الفن يعطيك لا تاخذ على روحك وبعدين الحين هذا شيء اقوله حق عيالي كلهم اللي تعلمون فنوننا من الكويت قبل الأداء الفن الكويتي خماري والسامري. الفن النيدي السامري قبل ما يكون أنت جميل الصوت الفن ما يبي له غنج هو أداء يبي له قوة عسى ربي يعطيك القوة شلون الأوبرا لما تغني مغني الأوبرا يبي له يعني ما تقدر تقول يا أبو يوسف ما تركب لازم يا أبو يوسف من هني من لب الإفراء والإفواد نعم عشان تقنع أن أنت هذه فيها شكوى وعتاب وكلام الفنون لو يقرونه الله شيء عجيب والله. كل فن بفنه كل فن بقصته
والله ابو داود سوالفك ما تنمل. الله والله استمتعنا معاك بكل لحظه. الله يحفظك. هذا الزبيب شوفي ما حسيته من ساعه في شيء انا كليته وما في التين اليابس وفي البرميت وفي بيض الصعو وفي في الملبس ابو داود مشكور نورتنا بلالي الكويت ربي يعطيك الصحه والعافيه وتظل يعني اي والله ابو الفن الشعبي احس انها دقيقه معك. أيوة خلص الوقت خلص الوقت هذا من المصاحبه نشوفكم ان شاء الله وقت ثاني ونكمل وياكم السوالف سوالف رمضان وسوالف هذه ما تخلص. اي أيوة الله يحفظك يا رب يحفظك ويعطيك الصحه والعافيه ومنورنا لازم تقول هريستنا حق ولا تريق عندك انا ويقول لك حط سناب شات شهدني في بالك انا طالبتك طلبه تعلمني شلون اصب الجيمات تجين ولا هيك انا اوصل لك الجيمات بدايه ولا شار ماخذه منك من عيني تسلم عيونك يا رب يعطيك العافيه الله يسلمك يا رب.